تنسوش ده رمز العالم الإسلامي الكبير. قال حيث الهرب يجد أن كل المسلمين في العالم يعلو قيمة الأزهر وقدر الأزهر وشيخ رد النظر عنه. وإحنا ده زي ما بيقولوا السياسيين حتى دي قوة الناعمة لمصر. فمصلحتنا نحافظ عليها. هوية مصر. صحيح. وبعدين ده أمان، أمان دين مصر اللي جمع الأزهر والشيخ ومفتي مصر. فده نعم يعني بغض النظر عن تلاميذ التلميذ من تلاميذ الأزهر أيا كان قيمة تبعك. صحيح طبعا طبعا يعني فيه شرف انتسابه للأزهر. نعم وده يحمي الوطن من الغلو والإفراط والتفريط. نعم لأن في النهاية في لازم لنا مرجعية علمية عشان كل واحد يعرف حسب مرجعية في علوم الدنيا. فأولا فمفيش خلاف على المسلمين كون المرجعية في الإسلام الوسط هو الأصل. وإلا هنلاقي بقى اللي أشمل بقى فمن حق من مصلحتنا نحافظ على المرجعية العظيمة. العالم كله صحيح يستمد الأصل. مرجعية صحيح. هو ينتمي إلى مصر يعني قيمة مضافة. أنت معليك ولا في إندونيسيا أيام تسونامي مجاني ناجي عشان علاج النائب رئيس الجمهورية كان اسمه يوسف كلف كان 6 سنين المعروف. فاستقبلنا كوفد الفترة في الدار العربية قالوا له عبد المنعم أمين عام الحرارة سلم علي بحرارة وقعدنا هو مش عارف احنا منين حتة بالظبط من مصر ولا السعودية ولا وبعدين بعد ما قعدنا السكرتير راح وقال له مصر من أمر في طول كان مصر بلد الأزهر. فإذا الراجل ياخد انتباه يا رابط والأزهر عافيته عافية مصر والعالم الإسلامي تعود لي. وأنا شايف مولانا في حبه وتقديره الكبير الرحمن الرحيم أبي أنزل كريما وخلوقا وحنونا لضهر إيقاع الأزهر ووارث تلك صعب وأداء ومواقف وأفكار شيء مشرف من أيام بس بسيطة ودعم من وهم العلماء حفظوا على الأزهر حياتها من الضياع الحاجات اللي تعرض للأزهر حفظوا التوفيق مباش موجود أصلا. فجهد بوزي الحفاظ عليه بيطوروا دلوقتي إن شاء الله نقف كلنا جنبك تحت أمر يعني لا نتردد يعني فلين أي إضافة حالة مخاض أنا بقول والأزهر سلط عليه سهام على مدار الفترة وكان ينظر إليه للأسف على أنه مؤسسة مؤسسات المصارى وليس لها استقلال. وده كان بيسعى بعض الأطراف لأن يكون كده كان هو بيقاوم الحقيقة مقاومة يعني أي حد مننا يحط مكانه مكان مع علماء ومشايخ الأزهر محاولة لإدخاله كجزء من مكونات الإدارة وهو كان يقاوم في هذا مش شغلته. وهو الأزهر طول عمره هيعيش بقدر من الاستقلال والتميز بعيدا. ودي كان كرم الله للعلماء أنهم كانوا دائما بعيدين عن السلطان مش ضده ولا معاه بقوا مستقلين عن السلطان لأن استقلال الله حفظ لهم أن يقولوا كلمة الحق دون إزاء وبشكلها الجميل وبصفاتها اللي ربنا قال عليها بالتي هي أحسن. لكن هم إذا اندمجوا في وده كان موقف الكريم للشيخ رحمة الله لما قال مجموعة من علماء الأزهر وقال هنعمل حزب للأزهر قال لهم لا مش ده شغل الأزهر. الأزهر إذا دخل طرف عمل حزبي هذا ليس لصالحه ولا صالح الدعوة. وفصل الحزب الأزهر يقوم ينادي بوجوب نزاهة الانتخاب والحرية والكرامة الإنسانية وكذا لكن ما يتحولش طرف حزب أن يكون مع فلان أو علان أو في كذا.
يعني انا شايف الدكتور ربنا يكرمه الدكتور احمد ربنا يبارك فيه بيبذل جهد كبير ضد التيار راجل محترم عالم لا انا عالم جهد في المجالس والوثائق اللي احنا في مرحله التغيير والتغيير بيبقى ليه مخاط وليه ارباكات ودي طبيعي له مخاطره بقى ليه طبيعي صاري لا الامور تصرف مجلس الشعب يعني يوقف جلسات وبعدين جت اللجنه العليا للانتخابات توقف عمل اضافه يعني ليه مش عارف انا الامور بتسير لاسباب لا تستحق لا في هذا ولا في ذاك مع حضرتك بعد المنصه المؤسسه الشرعيه في الدوله لابد ان تؤدي مهمتها نجد ان هي بتقلص من الولايات او الحمد لله اللي وقفوا اسبوع بس هو وعندنا لازم نفتح حسابات المستشاره ابواب الامل ده كويس الحمد لله وقفوا اسبوع مش اكتر من كده لا ده بيطبروا يقولوا ايه ده جلسه واحد طب وده جلسه ده المبدا من حيث المبدا اساسا واللجنة إن شاء الله تعود يعني إن شاء الله تعود بإذن الله يعني موقف عاطفي و هو بيسجلوا بس نتيجة لجوم شوية عليهم ما يستحقش لو متعلم ولا ما حد ما يقول لحد كلمة ولا أنا زعلان ماشي بقفل الأبواب ومروح يتقمص يتقمص بوقت مش محتاجين